احنا طبعا هنفكر الناس بس الاول، الزمالك بيعمل ايه في ارض الملعب بالظبط؟ ده اكتر ماتش انا حسيت ان هو قابل للتشبيه بالماتش اللي داخل علينا دلوقتي، اللي هو السوبر اللي كان موجود في الامارات. ولان طبعا الماتش الاهلي والزمالك اللي انتهى 3-1، فايلر كان مغير في الطريقه، وما اعتقدش ان ده هيحصل مره تانية. ستوب، بص قد ايه اللعيبه بتاعه الزمالك كلها متراجعه، الجناح ضامم قفل الفكره بتاعه ان اي حد من لعيبه الاهلي يدخل لجوه، وفي النهايه اوباما هو اللي راجع المشوار ده كله ويقطع الكوره، ودي نقطه هنتكلم عنها باستفاضه فيما يخص مين يشغل مكان اوباما. لازم ناخد بالنا اوباما بيعمل ايه علشان نشوف مين احسن واحد يقدم الادوار دي. خلينا نكمل في الشرح بتاع الزمالك بيتصرف ازاي. طيب دي كانت النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، ده الشرح الدفاعي للزمالك عشان المشاهد يبقى موجود. الزمالك حين يفقد الكره في التحول الدفاعي ماشي، هنا الاهلي بيهاجم هجمه عكسيه، المفترض ان هي تكون سريعه، مساحات كبيره قدام اللعيبه، لكن وقف هنا الكتر. هتلاقي ان فكره ان محمد عبد الشافي ما كانش منضم للهجمه، ظهير طاير ظهير واقف، السياسه اللي اتبعها كارتيرون واللي بيتبعها باتشيكو في الوقت الحالي بتخلي الهجمات المرتده حتى لخصم الزمالك اقل خطوره من المعتاد. تمام، وبالتالي فدي نقطه تانية الزمالك بيستخدمها بكثافه. خلينا بقى نشغل بسرعه علشان خاطر ناخد اكبر كم ممكن من الافكار، عشان لسه عندنا اسئله كتير تخص تشكيل الزمالك بعد الاصابات اللي حصلت معانا بسبب الاصابه في الاول لواحد زي عبد الشافي، ثم بعد كده عبد الله جمعه. بالظبط، عبد الله جمعه. هنا معلش يا ريت نوقف هنا الكادر شويه علشان انا عايز اركز مش على باتشيكو، انا عايز اركز على المساعد. بص المساعد بيطلب ايه من اللعيبه؟ مش افتحوا. هو هنا كان الزمالك في وضع دفاعي بعد ما تقدم على حرس الحدود. هو بيقول للعيبه الزمالك خرجوا لعيبه حرس الحدود للجنبين. باتشيكو المشهد اللي قبله بيزق البلوك لقدام، بيقول للمدافعين العبوا بدفاع متقدم، وطلعوا الخصم على الجنبين. تعالى نتفرج على اللقطات بتاعه الزمالك علشان نشوف هو المدرسه بتاعه باتشيكو عامله ازاي في الدفاع. ما الدفاع مش مجرد تراجع وخلاص، هو عايز يزق لعيبه الحرس لبره، وبالتالي لما يزق لعيبه الحرس لبره يبقى عنده الموقف بتاع 3-2، فما يبقاش عنده اي خوف من اي اتجاه، يزقهم على الاطراف. بالظبط كده. طب ايه الحكمه في كده؟ علشان يبقى عنده 3-2. بص لعيبه الزمالك وهي راجعه على الطرفين بتوجهك وما ما بتضغطش عليك عالي، هي بتوجهك. واول ما توصل للمرحله دي يوقف بقى الكادر، انت كده 3-2، وبالتالي انا اللي عندي الزياده العدديه وانا الكسب. دي مقصوده طبعا. هو دي الطريقه الدفاعيه. تمام. يعني ده الاسلوب الدفاعي، ودي النقطه الثانيه اللي برضو قلنا ان استخدمها كارتيرون وبيستخدمها جيمي باتشيكو، اللي هو شغل الكادر معانا ظهير بيهاجم ظهير بيدافع علشان خاطر يستمر بحركه الايدين بتاعت باتشيكو. بالظبط كده، يستمر الفرقه بتلعب بنفس النهج. يا ريت يجروا الفيديو ده علشان خاطر بص طول ما انت بتتفرج الناحيه الشمال ما فيهاش تماما عبد الله جمعه. ايوه، حازم امام زايد، يبقى الناحيه الشمال مش هيظهر فيها عبد الله جمعه تماما، عمره ما هيظهر في الكادر. بص شايف المساحه دي كلها؟ مفيش، حتى لما جه يظهر في الكادر صح تضل ورا عشان يخرج منها. برافو عليك. علشان يفضل الشيب بتاع الزمالك متامن لو حصل اي هجمه. وادي العكس اهو، عبد الله جمعه قدام، يبقى احنا عارفين ايه؟ ان حازم امام اهو واقف تحت. برافو عليك. وبالتالي ده الاسلوب اللي بيدافع بيه الزمالك بامان. طيب في بعض المحظورات في المباراه دي من المهمه جدا. اوجز ما سردته انت. يبقى رقم واحد بالنسبه للزمالك من طرقه الدفاعيه ان هو احيانا يجبرك على ان انت تلعب على الاطراف علشان موقف الزياده العدديه يكون لصالحه. بالظبط كده، ده رقم واحد. رقم اتنين، هو يتعامل دائما في حاله التحول من الدفاع الى الهجوم بطرف واحد بس هو اللي بيتحرك، يعني لو الجانب الايسر هو اللي زايد يبقى الطرف الايمن دايما هو اللي موجود في الوقت الدفاعي. مظبوط. علشان لو حصل اي تحول عليه دفاعيا يبقى هو مأمن نفسه بلعيب موجود معاه.